ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات والذي قارب على دولارين للتر الواحد. هذا الرقم حطم أمل انخفاض الأسعار، وبالرغم من شكوى المواطن من الزيادة فلا مفر من ملء خزانات سيارتهم بالوقود. والمازوت دابا عاد زاد ارتفع، هو مرتفع شحال هذا؟ دابا ارتفع بزاف كاع، فات القانون. ومن غيجيب هذا المواطن؟ كاين شي بديل؟ والو ممكن لا بديل لا والو. بخصوص المغرب دائما الاشكاليه مطروحه بالتخزين، قدرات محدوده على التخزين التي تدفعنا الى شراء دائما احتياجات المغرب باثمان غاليه، خاصه اننا نحاول ان المغرب يقتني دائما البترول المكرر وليس البترول الخام، لان القدره التخزينيه عندنا قليله، كذلك القدره على التكرير هي قدره ضعيفه، في ظل ان اهم مؤسسه لتكرير البترول في المغرب هي لاسامير لا زالت متوقفه عن التشغيل. في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة، تم صرف حوالي 1,400,000 درهم لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي، أي أن حوالي 180,000 مركبة استفادت من الدعم خلال هذه المرحلة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. والعرض ديال السيد وزير المنتدب لدى السيدة وزيرة الاقتصاد المالية المكلفة بالميزانية وضح هذه الامور، هذه وضح الارتفاعات اللي كانت ارتفاعات تقريبا التي تجاوزت الضعف في مجموعه ديال المواد، منها مواد اللي كترتبط مثلا بغاز البوطان اللي الحكومه تستمر في دعمه واللي الكلفه ديالو غادي توصل 21 مليار درهم، من بعد ما كنا كنتوقعوا بان الكلفه ديال الغاز ديال البوطه غادي تكون في حدود ديال واحد 9 ولا 10 ديال المليار ديال الدرهم، حنا اليوم الارقام الحاليه اليوم راه كنقولوا 21، وإلا وقعوا زيادات لا قدر الله راه الحكومة سوف تكون مطالبة بالتدخل أكثر. تدبر الحكومة المغربية الأزمة بالإمكانيات المتاحة إليها، ولا يمكنها العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة بحسب قولها. وقد رفعت الحكومة السابقة عام 2013 دعم المحروقات وتحرير أسعاره. كلما ابتعدت محطات الوقود عن منافذ الدخول في مدن طنجة والمحمدية والجرف الأصفر كانت الأسعار أكثر ارتفاعاً، ويتزامن ارتفاع أسعار المحروقات مع العطلة الصيفية التي قد تؤدي إلى بطء في التنقل ما بين المدن والتأثير على السياحة الداخلية. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.